السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه شباب. اهلا بكم معكم من قناه مان ستارز بيبليد. اليوم بقعد مقطع مختلف عن بقيه المقاطع. مقطع هشرح لكم فيه ليش عندنا بلبلين اصليه من تكار تومي لبعض البلابل. يعني بعض البلابل عندنا منها نسختين كذا. فراح نشرح لكم في هذا المقطع ليش عندنا نسختين من كل بلبل. وخليكم مع المقطع. اول شيء قبل نبدا اشرح لكم ليش عندنا نسختين. انا شوي كذا صوتي متغير تعبان شوي كذا. فاذا حسينا اختلاف ان شاء الله. انا اصلا ما كنت بصور اي مقطع والله ما في حاجه سوى اقوم. بس قلت اصور لكم كم مقطع كذا الاسبوع الجاي. وحنقطع ترى فتره طويله يمكن نقطع. حننزل مقطع بعدين يومين ما ننزل بعدين ننزل مقطع ثاني وكذا. فقبل نبدا في مقطع اليوم انا مش شفنا اشترك فاعل جرس التنبيهات وتركوا لنا مقاطع جديده عشان لا شيء دعمنا. ما في جرس التنبيهات صح نسيت والله ما ادري ايش فيه. فاشترك في القناه وكل يوم كذا من كل يوم شيك على القناة راح تلاقي في مقطع جديد او يوم ورا يوم. فنبدأ بأول بلبل كان عندنا منه اثنين اللي هو الرميض اللامع. الرميض اللامع صح؟ المهم خلينا نبدأ كذا وكذا. اول بلبل هو الرميض اللامع. اول رميض لامع حصلنا عليه هو هذا. انا اشتريته من محل من المحلات بدون ذكر اسماء وما كان قوي يعني كان ضعيف فيه خطأ تصنيع والله ما ادري ايش كان فيه له. فا ايش كيف عرفنا ضعيف؟ لما جانا هذا. هذا هو الثاني. هذا جانا من احد مسابقات بيبوت البيرس. فلما لعبنا بهذا طلع اقوى من هذا بكثير في فوق ما ادري شو. فبس هذا هو كان الاختلاف. هذا طبعا جانا من مسابقة لا احد يقول احنا اشتغلنا. هذا حقي وهذا حق عبد الجاني. طيب اللي بعده عندنا السيف القاطع. السيف القاطع هذا اللاعب اشتريته من يوم ما فتحت القناة. شوف كيف صار السيف هذي ذابت وفي اشياء كثير اختلفت. فروحت احد المحلات لقيتهم مسوين لا هذا هو السيف القديم قاعد الشكر صار السيف شكر قاعد ثابت. فروحت احد المحلات لقيت سيف قاطع ثاني ويعني صورت لهم شيء كذا في ما ادري فين صورت شيء قام عطوني هديه. فاغلب الباب الثاني انتبهت وستجينا هدايا مو احنا نشتريها. فهذا اشتريناه وهذا هديه خليه على الجنب. طبعا في المقطع اليوم بس حنقول لكم السبب. حنلعب نزال بين كل البلبلين يعني نعدى البرقين نشوف مين الاقوى مثلا عرفتوا كيف. ففي المقطع اليوم بتاع المقطع الاخير تعرف كل شيء. الشيء الثاني اللي هو اللهيب المستعر. فين اللهيب القديم وفين اللهيب الجديد؟ اوكي هذا اللهيب الجديد وهذا اللهيب القديم. اللهيب القديم هذا التيث عنده مره ضعيفه ومن توي برو الشعار القديم. فلما احنا شفنا التيث عنده ضعيفه جاتنا اول من المسابقة اللي رحناها جاتنا ثلاثة توقع ومير لامع. فقلنا لما بدلهم يعني غير الاثنين اللي عندنا في ثلاثة فكلهم سووا خمسة من اصليين فمو كويس. فقلنا المسابقة اللي نبدل بلابل في احد الاماكن. قالوا طيب بس اتواصلوا كذا واتواصلوا معانا معاهم وتبدلوا. فاحنا بدلنا المير الاول باللهيب المستعير. اللهيب المستعير هذا قديم وهذا جديد. هذا بشعارته يبغى جديدة. فهذا اقوى التيث انا احسه اقوى كثير وبرضه يعني لا شباب العكس هذا هو العدد قادر قال الكلام كل شيء. هذا هو جديد وهذا قديم. طيب نسمعكم صوت التيث. شو التيث هذا يا هذا قديم شو جديد في اختلاف بسيط يعني حتى هو كبير بس احنا يعني قلنا نبدل ونشتري وهذا اقوى ترى شباب. فالشجاع منتصر. طيب الشجاع المتصل خلينا هنا والله متعبت شباب. الشجاع المتصل هذا من تايبر قديمة اشتريته اول بس من بيبوت البيرس وجدا اسطوري حتى تشوف قاعدة ذابت بالكامل. لان مو هذا قاعدة هذا قاعدة اصلية بس انا مبدلهم هذه القاعدة. فلو شايفين القاعدة اللي اشتريته من زمان القاعدة ذابت بالكامل هنا. فاشتريته قاعدة ذابت زي كذا فكنت اصلا بشتري واحدة ثانية بعدين قالوا ان هي اصلا تذوب فما اشتريت. وبعدين لما رحت احد المسابقات ببطل اي مسابقتين اغلبها اغلب لعبة جت من مسابقات لعبت نزال مع واحد وقال واحد من نفس المنظمين حق المسابقة وقال له فوز علي لك شجاع متصل. فلعبت معاه ثلاث نزالات فوز علي في كل ثلاث نزالات فاعطاني واحد شجاع متصل وقال له خذوا لكم مدري ايش زي كذا. هو اصلا شجاع حقه بس هو يعني ما لعبت كثير فقال له خذوا كذا فهذا شلته وخلاص. اصلا الشباب ما قبلت اني اشيله بس هو حط لي في الشنطة اللي كانت معايا. فلما رجعت تواصلت معه وكذا وقال لي انا معطيك هو هديه وكذا. كان يجي البرق الصاعق. طبعا البرق الصاعق هذا اللي عندنا فيه نزال بالدوامه الجارفه ورميت البرق اول بعدين جاء الدوامه فوق البرق قام انكسر فعشان كذا اضطرينا نشتري واحد ثاني. طبعا هذا البرق احنا اشتريناه مو اخذناه هديه ولا مسابقه لا احنا اشتريناه.
فهذا هو السبب، هذا هو مكسور. شوف مكسور من هنا ومكسور من جوة اللير، بس انا غبيته وصار موبايل، فهذا هو جديد. طبعا لو تشوف في فرق بين الاثنين، انه هذا اللير حقته اضعف من هذا اللير، يعني جديد اضعف من القديم. وانا اشوف هذا الشيء صراحة لما جربت نزالات، القديم اضعف بكثير من الجديد، ما ادري الجديد اضعف من القديم، ما ادري السالفة، بس اللير مكسور وكذا. فعشان كذا لو رحت مسابقة راح اخذ معي القديم لانه اقوى من الجديد، فتخليهم الاثنين على جنب. ونجي الحين في المحارب الشرس. المحارب الشرس دوما نفس العذر، المحارب الشرس عنده منه اثنين، هذا القديم وهذا الجديد. ليه عندكم اثنين يا عبد القادر؟ ما سبب لي كذا. فلما اخذنا ثلاثة من مطلع معه، بدلنا واحد منهم بلهيب وواحد بمحارب شرس، وبدلنا واحد بدوامة، فعشان كذا عندنا اثنين دوامة واثنين محارب واثنين لهيب. فبس هذا هو السبب اللي عندي اثنين دوامة ولا عندي اثنين محارب. لو طالع شباب ترى كل البلابل اللي من عندنا منهم اثنين اقوياء، ما عندنا بلابل ضعفاء عندنا منه اثنين. اوكي طبعا هذول جايين كذا بالطول. اوكي ف واضح عندكم يعني ما عنده خفاش النار، ما عنده بلابل دفاعيه كثير. عين الصفر هذول طبعا يا شباب المقطع هذا ما ادري متى حينزل، بس بقول لكم انه يوم الثلاث اي موقف عليهم بكر حيكون متوفر فيه بلابل جديده اللي هي الاشجاع المعتقد وهذه الاشياء. وتوقع المقطع هذا نزل لكم قبل فتره، توقع بالسبت نزل، فعشان كذا المقطع هذاك اللي هو شمع البلابل الجديده. اوكي شباب بقول لكم حاجه، اذا المقطع هذا نزل يوم الربع، اذا اليوم انت يوم الربع يوم الثلاث الحق روح مركز التعليم مبكر، كان يوم الثلاث نزلت البلابل، نحكي يوم الثلاث. هذا البلابل قاعد شيله عشان نبدا في اول نزال بين اول بلدان. حنلعب كذا نزال هذا نشوف مين الاقوى وكذا 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 وكذا، نشوف مين الاقوى بكل واحد، وبعدين طلع لكم اللي فازوا في النزالات. بسوي شيء، بسوي تعديل بسيط، برجع قاعده كل واحد مكانه من الاشجعه. هذه القاعده اللي شبه يعني ما هي ممسوحه لا هذه ممسوحه بالكامل تقريبا. اوكي هذا الشجاع القديم، وهذا القاعده اللي تعتبر شبه ممسوحه. شوفوا تقريبا فيها باقي شويه تتمسح للشجاع الجديد. شباب اللي يقول ايش عندكم غالب كذا شوية، انه قاعد اطلع عيد الرميض اللامع، نحن عندنا صندوق كامل في لويال كثير. فيلا نبدأ بالنزالات، بس لين طلع بلابل. انا معايا يد، معايا يد، معايا يدين يا بيب، معايا يدين هذي الاولى ومعايا راح فعلا. كيف فيلا نبدأ بالنزالات. اول نزال حيكون بين، بس دقيقة دقيقة خلنا نعدل لكم حلقة بين حارب شرس ضد المحارب شرس. ده كويس صح؟ حلو كويس عندكم. بعدين يا شباب استعمال خفيه جديد اللي ما يعرف او مو خفيه استوديو. اوكي فهي نبدا اول نزال حكم بين المحارب شرس ضد المحارب شرس من جديد. هذا طبعا حقي القديم وحق عبد الرحمن الجديد. فيلا نبدا باول جوله. طبعا كل نزال راح يكون من ثلاث نقاط بس. فيلا واحد نثر. النقطة الأولى راح للمحارب الشرس القديم. جيب يتسف قطع واحد ثانية. النقطة الأولى راح للمحارب الشرس القديم. النقطة الثانية. حد قديم كويس. أنا بلعب بهذا بهذا هذا. هذا سب قطع اللي ما وصلية. إيه. هذيك هذيك. الصندوق ليه؟ هذا كويس. فيلا واحد ثلاثة. هذا النقطة طبعا حسب قاطع المحارب الشرس الجديد كذا يصير نتيجة واحد واحد. طبعا لسه كيف نعرف عندنا أشياء كذا فروقات واضحة. ثلاث مرات. النقطة الثانية تبع المحارب الشرس الجديد. الكل نزال بخمس نقاط. قلت لكم أنا في ذات المقطع. ثلاث مرات. اخيرا نزال كذا هادي افصق على طول حالي. اوكي ما حد يفوز. المحارب القديم هو اللي فاز، القديم هو اللي فاز وكذا يصير معاه ثلاث نقاط. يعني المحارب القديم هو الاقوى فحخليه على الجنب. يعني مو يعني في فرق بسيط. لا لا هذا رجعت انا. رجعنا صندوق البلابل. كان خلينا نبدا بالدوامتين. هذا الدوامه نحن ايش اللي مفرقين بينهم بدون سكرات بالسكرات.
الدوام القديم هو اللي بدون استفسارات. اوكي، واحد هجوم واحد دفاع. حق دفاع. ثلاث واحد. العكس يكون جولة. كذا افضل ولا كذا افضل ترى؟ كذا افضل صح؟ كذا افضل. كذا فاز قديم. فاز قديم. يلا الحين راح اعدل البلبله راح اخليه هجومي. وانا حخليه دفاعي. او نخلي الجو. اوكي خلاص دفاعي. فاز انا. دوام جاب جزء هجومي. لون دفاعي يخليه بلبل يشبه الدوران الدفاعي. يعني دور دوران هجومي وهو دفاعي. نقطة جديدة. فكيف النتيجة واحد واحد. ونسويهم هجوميين. ثلاث صح. اوه دبل دارس متفجر. اوكي هذا اللاير وهذا الديسك. الدبايس وجول الاثنين جنب بعض فما اعرف ايش حقه ايش حق عبد الرحمن. المغبر. المغبر ياب هذا. ياب هذا. لا لا هذا. كيف؟ لا مغبر. شوف شباب. اي صح صح صح. المغبر شباب. شنو قديم. طيب شباب في صوت حمام لان احنا فاتحين الشباك. يبغى احسن كذا. فلسفة نحن. طلعت شباب. ما تسوي جولة. مرة ما تسوي. وعلى كنت بطلع بديع بقادر. ثلاث نحن. شكله حلو. كيف فاز الدوام القديم؟ اوكي حطه على الجنب. بعد ترى اثنين اثنين واحد. باقي جولة. ثلاثة. اثنين واحد. الحين حنسوي دفاعي ضد دفاعي. اوكي الدرايفر باك دفاعي ضد دفاعي. 3 دقيقة شباب. اوكي ثلاث انا شباب مين شاف الحزام المتفجر حق البط والنبض والدوامة؟ شباب هو في مبدع. القديم هو الفائز في النزال. ايش ما مقدماء اليوم غير نفوزه. فالمحارب خسر القديم. الجديد قصد خسر. والدوامة الجديد خسر. والقديمين هم غير نفوزه. فيلا نجي السيوف. كأنه يمان وملهم اللي افتكر. نجي السيوف يلا. السيف فاطع. الجديد هو الخطر. هذا جديد. هذا قد بيخو جديد عشان هو يعيش يلعبه. ثلاثة ناقص. مين فاز طيب هنا؟ هذا اللي توقف أول. هنحسبها تعادل أوكي؟ عند احنا نحطه في القديم. اوكي ناخذ القديم. القديم لا الجديد. اوكي لا القديم. اثنين واحد. ثلاثة طبعا اليمين هو اللي فاز. فثلاثة واحد القديم. والقديم برضو يتأهل معانا مو يتأهل. هو اللي فاز والجديد هو اللي خسر. يلا
اللي في الصندوق القديم يدخل معنا مع القدماء. والله قدماء جاني زال اسطوري. طبعا هذا المقطع حيستمر اتوقع، حيصير في جزء ثاني عن البلاب الجديده والقديمه، ما ادري بس انهم حيتلخبطوا. شوف ايش جاني زال، هذا مقطع نفخنا نحطه على جنب لعبنا ثاني. دحين بلاش القديم وجديد، فيلا نبدا. جديد معي قديم معي واو هذا شو مين؟ تعال لا دقيقه، الشجاع الاول خرج بعد هذا وقف هنا، شفته صقع هنا بعد هذا خرج وهذا تبرسل. كيف نحسبها شباب؟ اكتبوا في الكومنتات، نحن ما حنحسبها شيء، احنا نعيدها. نحسبها حنعيدها كان شباب كده كويس كده حلو كده. ما هي معينه؟ لا لا يلا يلا ثلاث سنه هنا واحد من الشجاع القديم. الشجاع القديم اقوى بكثير شباب، لان طيب هو جديد ما ادري سوى فيه، مو يعني شعاره جديد. طبعا هي غيرت بعض البلاب، غيرت التيت، غيرت كذا اللي هي بس قوته. ما راح نسوي النتيجة لين دحين 1-0 الشجاع ابني. أفضل لكم شباب، شوف حل كاملة 3-1. واو كي يلا عاد الأشجع قاعد تطلع، ما أدري إيش بها. 3-1-1 1-1 جولة اللي بعدها يا شباب ما تركب. 3-1-2-1 جديد. طبعا ليش جديد قاعد يفوز؟ لأنه جديد مو مجنون زي القديمة، قديم مرة مجنون، القاعدة عنده دايبة القديم. 3-1 يلا نبدأ الجولة الخامسة. توقع 3-1 التابعة. أنا قاعدين ما بتشارك بعيد، من قاعدين من بعيد كذا. أقول لكم حلو شوية كذا، أنا بتجي بضبطه. 3-1 أخيرا القديم فاز 2-2 تعادل. يلا 3-1 إعادة. شباب في عادات كثيرة، الأشجع مجنونة شباب. المقطع رقم 18 دقيقة ولسه باقي 3 نزلات. أشجع عمره مجنونة، فراح نضطر ايش نسوي شباب؟ راح نضطر نقلب جهاز الإطلاق للجهة الثانية، راح نشوف ايش راح يصير. فيلا 3-2-1 نحمل فاركو اخرى. توقع قديم بس كيف فاز الشجاع القديم. وكذا انتهى الجزء الاول من هذه الحلقة، يعني حنخليها جزئين، لان في الجزء الثاني راح يكون في نزالات من العيار الثقيل. شوف النزالات شباب، شوف النزالات بس انتو. 1 الامير اللهيب، 3 البرق. بس ممكن ثلاث نزالات في الحلقة الجاية بعد ما نلعب النزالات هذه حنسوي كذا، يعني لخبطكم كيف تصير كذا كذا كذا. مو اكيد طبعا هذا الكلام، بس احنا راح نحاول نسوي في الحلقه الجايه، بحكم ان الحلقه هذه وصلت تقريبا 19 دقيقه الى 20 دقيقه، فراح ننهي المقطع الحين، راح اكمل لكم في الجزء الثاني بقيه البلابل، او نسوي لكم زياده على طول يعني، فممكن الحلقه الثانيه تكون بس 10 دقائق. فبس هذا كله عندنا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير
واقبلكم تعرفكم في نزالات اليوم وحلقة اليوم. وإذا كتبوا جزء ثاني فهو الجزء الجاي اللي ما يبغى يعني ما أدري إيش يصير، بس إنه تبغوا جزء ثاني يعني. وصلنا الختام، سلام.